السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى السادس ابتدائي. إذا أقترح عليكم هذه العملية ديال القصور، عمليات على القصور. أحسب وأقدم النتيجة على شكل عدد كسري مختزل. إذا عندنا هذا الشكل، هذا 5 على 7 زائد 8 على 5 على 1 ناقص 3 على 4، قسمة ديال 1 ناقص 1 على 5 على 6 على 5 زائد 1. إذا غادي نوريكم الطريقة كيفية إنجاز هذه العملية بكل سهولة، تابعونا. إذا انتبهوا، لدينا 5 على 7 زائد 8 على 5 على 1 ناقص 3 على 4، قسمة ديال 1 ناقص 1 على 5 على 6 على 5 زائد 1. أول حاجة نقوم بها، أول خطوة نقوم بها، هي توحيد المقامات لجميع العمليات. لدينا العملية الأولى هنا، العملية الثانية في المقام، العملية الثالثة في البسط، العملية الرابعة في المقامات. إذا أول حاجة نقوم بها هي توحيد المقامات ديال هاد العمليات كاملين، ديال هادو ديال البسطين وكذلك ديال المقامين، ديال كل واحد على حدة. إذا بالنسبة للمقام الواحد ديال هادو هو 35، حيت 7 × 5 = 35، 5 × 5 = 25، و7 × 8 = 56. إذا المجموع ديالو هو 81 على 36. هذه الخطوة الأولى. إذا أول شيء غتقوم به هي توحيد المقامات ديال العمليات كاملة بالأربعة. من بعد ننتقل هنا، مقام 1 من 5، إذا 5 ناقص 1 تعطيك تقريبا 4 على 5. من بعد أتوحد المقامات ديال هذا، أتلقى 4 ناقص 3 هي 1 على 4. ثم توحد المقامات ديال هذا العدد، هذا هو 5، إذا 6 زائد 5 على 5 هي 11 على 5. إذا أول شيء تقوم به هو توحيد المقامات، يصبح لك العملية على الشكل التالي: 81 على 36 على 1 على 4، قسمة 4 على 5 على 11 على 5. نقوم دابا بالخطوة الثانية. إذا قمنا سابقا بتوحيد المقامات، حصلنا على 81 على 36 على 1 على 4 مقسومة على 4 على 5 على 11 على 5. إذا أول خطوة قلناها هي توحيد المقامات. ثاني خطوة أن خاص نحسبوا العمليات على حدة، معناه نحسب 81 على 36 على 1 على 4 على حدة، ثم ننتقل إلى العملية الثانية 4 على 5 على 11 على 5. إذا الكتابة التالية: 36 على 36 مقسومة على 1 على 4، معناها 81 على 36 مقسومة على 1 على 4. ثم العملية الثانية 4 على 5 على 11 على 5، معناها 4 على 5 مقسومة على 11 على 5. إذا نحسبوا بعد هذه العملية الأولى، ثم نحسبوا العملية الثانية، ثم نقوم بحل هذه العملية بطريقة سهلة وذكية جدا. تابعوا معي. إذا 81 على 36 على 1 على 4 هي مقسومة على 1 على 4، هذه كتابة معروفة عندنا. 81 على 36 مقسومة على 1 على 4 هي 81 على 36 في مقلوب الكسر التالي، مقلوب ديال 1 على 4 هو 4. إذا تنقوم بواحد وثمانين في 4 على 36 على 36، 81 في 4 على 36. إذا تلاحظ بأن يمكن لنا نقوم بالاختزالات. إذا 81 نقوم بالتفكيك ديالها، هي 9 في 9 يساوي 81، هنا 4 تبقى كيف ما هي، و 36 نقوم بالتفكيك ديالها، 4 في 9. إذا تلاحظ بأن هنا 9 هنا 9 هنا كلها تمشي، وأربعة هنا يمكن أن نختزلها بأربعة هنا، يبقى لنا 9. إذا العملية 81 على 36 مقسومة على 1 على 4، النتيجة ديالي هي 9. قوموا بكتابة رقم 1 هنا لكي نتذكر. ثم نقوم بأربعة على خمسة مقسومة على 11 على 5، إذا 4 على 5 في المقلوب ديال 11 على 5 هي 5 على 11. قم باختزال الخمسة من هنا وخمسة من هنا، تبقى لنا 4 و11 هي العملية الثانية. إذا خارج ديال 81 على 36 مقسومة، خارج ديال 81 على 36 مقسومة على 1 على 4 هي 9، والخارج ديال 4 على 5 مقسومة على 11 على 5 هي 4 على 11. إذا
من خلال النتيجة الأولى من النتيجة الثانية تستعمل ترقم بالنتيجة 9 مقسومة على معنى 9 مقسومة على 4 على 11 معنى تساوي لاحظوا جيدا تساوي 9 مضروبة في المقلوب هي 11 على 4 هي 11 في 4 على 4 عصر إذا 9 مقسوم على 4 على 11 تساوي 9 في 11 على 4 تساوي 99 على 4 إذا النتيجة النهائية هي 99 على 4 هنا ما يمكنش نختزله لأن أصلا عدد مختزل عدد كسري مختزل إذا شكرا لكم على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء في فيديو قادم.